ألو الو، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، شلونكم أستاذ وليد؟ إن شاء الله حياك بخير. الله. والله بخير الحين الحمد لله. الله يسلمك، الله يخليك. طبعا أستاذ وليد، أخير حوار كان معك تقريبا قبل ليلة 23 رمضان إذا أتذكر. يعني بالنتيجة ختمنا الكلام أنه واحد يرجع إلى القرآن الكريم، حتى يعني القرآن بالنتيجة هو الحجة، هو الفيصل، واللي يريد يصحح عقائده ويمشي على الطريق الصحيح يرجع إلى القرآن الكريم. فصراحة يعني دخولي يعني بهذا الحوار مو لأجل جدال ومناكفة وغيره من الأمور. أنا فعلا يعني جاي أريد أشوف حجة الطرف المقابل، حتى واحد يشوف أنه هو على طريق الحق ماشي، لو خاف. يعني بالنتيجة احنا وظيفتنا بهذه الحياة أنه يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بالنتيجة فصراحة أخذت يعني نصيحتك ورجعت إلى القرآن الكريم حتى نشوف أنه أي الفريقين أحق بالأمن. فصراحة يعني إحنا الخلاف اللي بين الشيعة والسنة بيننا وبينكم هي قضية الإمامة بالدرجة الأولى. يعني هل النبي من بعده أبو بكر أم علي عليه السلام؟ طبعا القرآن بصريح العبارة، يعني بصريح العبارة يعني ما شاير إلى هذه القضية إلا بآية إنما وليكم الله ورسوله. هذه الآية ممكن يعني واحد إذا يريد يأولها يقدر يأولها بالنتيجة. ألو، ايوه معاك بسمع. إيه، فما أدري يعني شوف الطريقة أخرى اللي هو القرآن الكريم. أي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممدوح في القرآن أكثر. قلت هذه في الطريقة عقلائية، يعني أكيد الأفضل سيذكره القرآن أكثر، يشير إلى فضائل أكثر، والأقل فضلا أقل فضائل، وهكذا. يعني هذا الفتشي المنطقي. وأكيد الأفضل والمذكور أكثر في القرآن هو يكون مستحق لمنصب الخلافة، سواء كان هذا المنصب من الناس أو من الله عز وجل، لأن يعني بالنتيجة هو الأفضل، وإحنا ما حد يعني عاقل يختلف أنه الأفضل هو المفروض يستلم أمر أي شيء، هسه سواء كانت الأمة أو غير الأمة. حتى أنت لو بالبيت أنت تسلم أمر البيت إذا مسافر الأفضل أولادك، مو شرط الأكبرهم يعني، بس عادة الأكبر هو الأفضل يعني، لذلك يصير الأكبر تسليم الأمور إليه. ف يعني بديت من سورة الفاتحة إلى ما صراحة ما يعني ما هواي بحثت، إلى أن وصلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى يعني سورة المائدة. وفي المقابل بحثت عن الفضائل الموجودة التي ذكرت عن أبي بكر الصديق في مصادركم، يعني بكتبكم أنتم، أقوال علمائكم أنتم. فماكو رأي مستقر على آية معينة في مدح أبي بكر الصديق، بينما إحنا وأنتم يعني تقريبا على الأقل 10 آيات صريحة نازلة في علي وحده عليه السلام، وحده من دون أي شريك، ونزلت في حادثة معينة. يعني مو فد مثلا يا أيها الذين آمنوا، إذا نريد نحسبها هسه يا أيها الذين آمنوا، هم أكو روايات حتى في كتب تفاسيركم أنه ما من آية ورد فيها يا أيها الذين آمنوا إلا علي رأسها وشريفها، آية مدح يعني بيا أيها الذين آمنوا. هسه بغض النظر عن هذني، لا، آية معينة نازلة في شخص علي فقط عليه السلام. فوجدت أن آيات القرآن الكريم النازلة في علي عليه السلام وفي مدح علي وتعظيم مواقف أمير المؤمنين مهما كانت بسيطة،
يعني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، نزلت في علي عليه السلام وهو لم يتصدق إلا بأربع دراهم، درهم تصدق دراهم دراهم يعني حتى مو دنانير، درهم في الليل ودرهم في النهار ودرهم سر ودرهم علانية، وأنزل الله فيه آية. يعني أنا غير متصدق بقناة، بس أخذ من وقتك دقيقة، بس أخذ من وقتك دقيقة. تفضل تفضل. أنا دايما يقول لك إيه، دايما يقول لك إيه، لما تحب تعمل ذكي يعني يا تعيش دور الذكاء قوي يا ما تعيشوش. ايه تمام زين. اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا كان في مثل دايما انا بتابع بقول ايه، قصه كده قصيره كده، بيقول لك ايه، ما تبقاش حمار وتعمل ذكي، لكن ممكن تبقى ذكي وتعمل حمار. يعني ايه بالمعنى ده؟ يعني انسان يبقى ذكي جدا فممكن يعمل حمار على اساس ايه، يمشي بعض الامور، يعني يمشي بعض الايه الامور، واخد بالك، يمشي بعض الامور، لكن ما يبقاش حمار ويعمل ذكي، لانه لو هو حمار وعمل ذكي هيطهرش قوي، يعني هيطهرش قوي قوي قوي، هتبقى واضحه قوي. وبحب برضو مثال تاني، مثال تاني بيقول ايه، ان الثعلب اتعارك مع الحمار، فالثعلب يقول ايه، ان حشيش الارض ده، خشاش الارض ده اخضر، فالحمار يقول له لا ده ازرق، فالثعلب يقول له لا ده اخضر، فالحمار يقول له لا ده ازرق، قال له خلاص تعالى نتحاكم لنا حاكم ايه، لملك الغابه. فلما راح لملك الغابه، زين، راح لملك الغابه، قام جاي حبس الثعلب، قال له، فالثعلب قال له كده، انت عارف ذكاء الثعلب، قال له اتوافق الحمار على ان هذا الحشيش ازرق؟ فقال له اسد الغابه او ملك الغابه، لا، ولكني سجنتك لأنك تتكلم مع حمار. تمام؟ طيب زين. لو على نفس القاعدة اللي حضرتك تزاكيت فيها ديت، ومسكنا الآيات بقى مش لحد سورة المائدة، لا، بل مسكنا الآيات من أول سورة الفاتحة لحد سورة الناس، هنلاقي أن أبا بكر الصديق ذكر أكثر من علي بن أبي طالب. إذن أبا بكر الصديق هو أولى بالخلافة، فلن نتكلم مع حمار مرة أخرى. شكرا لك.